السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمعوني جيدا، حتى إذا كان الغاني حلال لن أسمع إليها. واحد، معظم المغنين أخلاقهم سيئة لدرجة إذا تعرفت عليهم شخصيا لا تريد أن تصاحبهم. غير متعلمين، اختاروا السبيل للغناء لأنهم فشلوا في السبل الأخرى العلمية. لا يخافون الله وعايشين بهم، فاشلين في كثير من أمورهم الشخصية، مثلا حياتهم الزوجية والعائلية. الكثير منهم دخلوا في المخدرات من الحزن والضغط النفسي، حتى بعضهم انتحروا. والنساء بعضهم عاهرات، يعني يغنون شبه عراية تقريبا. والله حتى غير المسلمين يشتكون إلى قنواتهم بسبب لبسهم وحركاتهم الجنسية. يا شباب يا أخوان، أتعجب عندما واحد منا يحب مغني ويعرف أنه شاذ كذلك. الكثير من المغنين المشهورين شواذ. ايش تقول لواحد يسمع ويحب واحد مناقض معه في كل من ايمانه وعاداته؟ 2، انت بتضيع وقت كثير بسماع الاغاني، يعني هي لا تفيدك بشيء. والله ممكن تتعلم الكثير اذا بدلت الاغاني بمحاضرات دينية او علمية. يعني مثلا وانت بالسيارة اسمع دروس لغوية، وانت تركض تمشي تلعب رياضة اسمع اي شيء يفيدك. أعرف ناس تعلموا لغة جديدة فأخذ من سماع دروس في نفس وقت السواقة أو الرياضة مثلا. 3، ربنا خلقنا ويعرف أحسن طريقة نعيشها وحرم الأغاني الحكمة، وإذا بحثت في الموضوع بجد تكتشف أنه بالفعل الأغاني تضر أكثر مما تنفع. فغير أنك ما تستفيد بشيء من سماع الأغاني، فوق ذلك تكسب الذنوب. تقريبا كل الناجحين في هذه الدنيا حتى غير المسلمين وهم في مرحلة الوصول إلى النجاح لم يسمعوا الكثير من الأغاني. مثلا الرؤساء الدول والتجار الناجحين والدكاترة، يعني لم يسمعوا الكثير من الأغاني، بدلوا سماع الأغاني بسماع أو قراءة يعني شيء أكثر إفادة، كانوا مركزين في الحياة. وغالبا تجد الناس اللي ضيعوا وقت كثير بسماع الأغاني أو لعب البلاي ستيشن مثلا طلعوا فاشلين. بعض الأحيان أمشي في لندن وأمر على شاب شكله يشابه أشكال المغنين البوب أو الراب، ويسمع أغاني بصوت عالي على جواله. المشكلة الأكبر أنه هذه الأغاني تشجع ممارسة الجنس والمخدرات وكلها شتم، أغاني وسخة. وهذا الشاب طموحه أن يطلع زي المغنين هذولا. فتعرف أنه في هذه المرحلة في حياة هذا الشاب هو إنسان واطي صراحة، وما تبغى تكون حتى في نفس الغرفة معه. إن شاء الله كلامي أثر فيكم وأقنعكم أن تبدلوا سماع الأغاني بسماع شيء حلال وأكثر إفادة. وأقول مرة ثانية ادعموني بلايك وسبسكرايب ونشر المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.